is a pattern of organization in which of divide a topic into points and discuss points separately. هذا تعريفه. فتقسيم المنطقي للأفكار، تقسيم المنطقي للأفكار إيش دي يقصد به؟ يقول إنه إن هو نمط تنظيم وتقسم به الموضوع على نقاط ونقاش، كل نقطة على حد. يعني شنو؟ يعني إنه أنت راح تنظم الأفكارك، إنه الأفكار اللي طرحتها راح تنظمها، وكل فكرة طرحتها راح تقعد تنظمها وتناقشها، وكل نقطة راح تناقشها على حد. تمام؟ تطرح أكثر من فكرة، وهاي الأفكار راح تنظمها وترتبها وتناقشها. فهذا اللي يقصد به التعريف، إنه تقسيم المنطقي للأفكار، إنه نمط هو تنظيم، هو راح تنظم وتقسم الموضوع إلى نقاط وتناقشهن. يعني الموضوع راح تقسمه إلى نقاط، بعدين تناقشهن، كل نقطة تناقشها على حد. هذا اللي يقصد به. هنا بالآخر تعريف كاتب: The model paragraph uses this pattern. You can use logical division to organize main kinds of topic, not just reasons. طبعا هنا ايش دا يقصد؟ دا يقصد انه التقسيم المنطقي للأفكار يستخدم بأنواع وليست فقط أسباب. فأنا من أجي أنظم العديد من الأفكار، راح أنظم العديد من الأنواع وليست فقط الأسباب. فهسه التنظيم راح يكون على شكل عدة أنواع وأشكال وليست فقط أسباب. هنا مطينا بعض القواعد شو على مود من نكتب باراجراف بخصوص اللوجيكال ديفيشن اوف ايديز، ترتيب الأفكار، سامبل توبكس. أول شيء عندنا الريزنز. الريزنز هو إعطاء الأسباب، أو إعطاء مثلا إذا جيت كتبت باراجراف، إذا تشوفون إن الباراجراف الأول من طبيعي هواي أسباب بالصفحة الأولى، فهنا هاي من القواعد أو نمط ترتيب، هاي من قواعد ترتيب الأفكار. عندنا أول شيء الريزنز، الأسباب. إذا مثلا تطرح فكرة وتطيب عليها أسبابها، مثلا إنه أني مثلا انه انا ليش فشلت بالامتحان، ضد الاسباب انه انا شلون نجحت يعني هي شيء. فهذا الريزنز اذا تكتب بخصوص ترتيب الافكار. لان احنا ايش قلنا من عرفنا التعريف؟ قلنا من اجي ارتب الافكار، اني راح ارتبها الافكار، من اطرح الافكار، بعدين كل فكره اجي اناقشها على حد. فهسه مثلا عندي فكره انه انطيتها، فكرة انه اني مثلا انه اني ليش فشلت، فاني هنا انطيت هاي الفكرة، بس راح اجي بعدين يعني انطيها اسباب، الاسباب اناقشها. فهذا اللي يقصد بانه اني كل الافكار اللي راح اجي ارتبها، من اجي ارتبها اول شيء راح انطي السبب. انطيت فكرة، بس الفكرة من انطيتها راح نجي اول شيء راح اناقش من اسبابها وبعدين انواعها، يعني هيجي. فهذه هو من تجي تناقش الفكرة، كل فكرة راح تجي تناقشها راح تبدي على هذه القواعد، أسباب، أنواع، يعني هيك. عندنا الكانز هي الأنواع، والتايبس هم تعتبر أنواع، التايبس. والأدفنتج المميزات، الأدفنتج المميزات، أو يعني الفائدة أو الميزة. وديس أدفنتج، الأدفنتج قلنا المميزات، ديس أدفنتج عكسها، الضرار أو العيب أو الشيء العكس المميز. أوكي. والكواليتيز هي الصفات، الكواليتيز الصفات. هو هنا دي يشرح، دي تلاحظون هنا بدأ يشرح إنه أنا شرح أجي أرتب الباراجراف. هنا احنا باللوجيكال ديفيجن انه ارتب افكاري وارتب الافكار على الباراجراف، انه اول شيء احنا عندنا الجمله الموضوع، توبك سينتنس. فهنا مثلا طارح جمل موضوع منطقه 3، بعدين عندي سبورت سينتنس اللي هي راح اجي اناقش بيها النقاط الدسكس، يعني هنا راح اجي اناقش النقاط الموضوع، انه الجمل داعمه. انطي عندنا اول شيء جمله موضوع،
بعدين عندنا جمل الداعمة. الجمل الداعمة مثلا هنا هو منطق أسباب، منطق أول نوع من الأنواع من أجي أرتب الأفكار. أول قاعدة هي قاعدة الأسباب، reasons، الأسباب منطقها. بعدين هنا الشارح، بعدين هنا بدأ يشرح انه احنا نعرف انه شلون راح اجي ارتب الجملة. بعدين من اجي السبور، الجمل الداعمة ممكن تكون اسباب، ممكن تكون جمل، ممكن تكون امثال، مو شرط تكون فقط اسباب، ممكن ادعمها بمثل for example، ممكن ادعمها بreasons، ممكن ادعمها بtopics، جمل sentence، تمام، واكثر من جملة. بس هاي الادعمة تكون مطابقة ويا الموضوع، تكون ويا الموضوع من اجي. وعندنا احنا بعدين عندنا جمل الختامية، فاحنا نعرف هو هذا اللي يقصد به ترتيب الافكار، هذا اللي يقصد به، هذا اللي يشرحه بهذا الشابتر، انه انا شلون راح ارتب الافكار الباراجراف، وكل فكرة اطرحها اناقشها، احطها على حدة وناقشها. فمثلا نقطة التوبك سينتنس، نقطة سبارتك سينتنس، نقطة الشسمة الجمل الختامية، من اجي اكتب جمل ختامية راح اجي اناقشها على احد. فهنا هذين القواعد المنطيهن، هذين قواعد من ضمن الباراجراف. يعني انتم تلاحظون مطينا اول شيء الريزنس الاسباب، هنا بهذا الباراجراف منطينا الريزنس اسباب بالبداية بالجمل الداعمة، ومو شرط بالجمل الداعمة اسباب، تقدر تطيب امثلة جمل. بعدين الكنز الانواع، بعدين التايبس الانواع، بعدين الادفانتج المميزات. يعني اذا تلاحظون اذا تقرون الباراجراف راح تلقونه ماشي على ذني القواعد. فهذني ترتيب الافكار، المواضيع اللي رتب بها افكار. طبعا هنا احنا اخذنا الجمل الختامية شلون انهي الباراجراف. هنا انا هم منطيكم مثلا for all these reasons، منطيكم هذا يعتبر من الجمل اللي ابدي بها من اجي اختم الباراجراف. ضرورة اكتب هيك اشياء مثلا for all reasons، to sum up، the brief، او finally، احنا اخذناهن بالشابترات السابقة بالجداول، انه الختامية الانواع شلون اختم الباراجراف، هذا جدا ضروريات بالباراجراف، لانه تعتبر من يعني شلون اعرف انه هاي الجمل ختامية، شلون اعرف انه انت تختم الباراجراف، فذني جدا ضروريات. عندنا هنا الكوهيرنس. الكوهيرنس شنو هو؟ هو الترابط او التماسك المنطقي للافكار. طبعا نجي نعرفه، عندنا التعريف يدمنا coherent paragraph flows smoothly from beginning to end. فهذا تعريفه. فمثلا coherence paragraph flows smoothly from beginning to end، هذا تعريف الكوهيرنس، التماسك، فهو التماسك المنطقي للأفكار. فهنا دا يوضح انه التماسك للأفكار والمنطقي، يعني أنا من أجي أشوف الباراجراف الأفكار متماسكة، يعني فكرة ويا فكرة، فكرة مربوطة بفكرة، هنا القارئ راح يفهم الباراجراف بسهولة، انه ما بي قفزات بالكلمات، لا، انما الفكرة ترتبط بفكرة ثانية، فالباراجراف راح يكون واضح. فهذا اللي يقصد به، يعني مثلا مو بالجملة الاولى فكرة وبالجملة الثانية فكرة تختلف تماما عن الفكرة الاولى، ماكو ترابط بالافكار، فهذا مو باراجراف. فهذا اللي يقصد به. طبعا هنا منطيكم there are three main ways to make your paragraph coherent، هنا منطينك ثلاث افكار او ثلاث نقاط انه تخلي الباراجراف مالتك مترابط الافكار اجساعتك. use nouns and pronouns، راح نستخدم الاسماء والضمائر. فبكل فقرة طالب من يمك تستخدم الاسماء والضمائر. النقطة الثانية use transitions and signals to show relationship among ideas، هنا يقول استخدم الإشارات الانتقال لإظهار العلاقات بين الأفكار. يعني شنو؟ يعني العلامات تنقيط يقصد به.
When and about your ideas, some kinds of logical order, such as logical definition of ideas. هنا يقول ضع أفكارك في نوع من الترتيب المنطقي مثل التقسيم المنطقي للأفكار. يعني مثل الموضوع حسي مال هذا الشابتر يقصد به إنه موضوع شلون نقسم الأفكار هذا دي يقصد به. وخصوص هذا الاكسرسايز التمرين A منطيك حول النقطة الأولى. النقطة الأولى في ترتيب الأفكار شلون إنه أجعل الباراجراف مالتي متماسك، إنه هاي they use nouns and pronouns الضمائر والأسماء. فهنا طالب بهذا هذا الاكسرسايز A طالب من يمك إنه ضع circles حول الكلمة الجمل الموجودة بها ضمائر وأسماء، يعني حول الاسم في الموضوع الفقرة وجميع الضمائر التي تشير إليه. يعني وين الاسم؟ يعني حول الاسم الذي هو موضوع الفقرة، يعني مو أي اسم، لا شوف محدد لك الاسم اللي هو موضوع الفقرة وجميع الضمائر التي تشير إليهم. طبعا حل هذا الاكسرسايز أنا منزلة منزمة مع الحلول مع كل هذا الكتاب في القناة على التليجرام، والرابط راح تلقوه بالوصف، فأنتم حلوه بعدين تأكدوا من الحل بالملف تلقوه بالقناة. فهذا اللي يقصد بي وبي كذلك بعكس الاكسرسايز اي اريد من يمك انه اكو خطا بالباراجراف طبعا، فاني اكو خطا بالاسماء والضمائر المستخدمه يعني ما متوافقه بالباراجراف، فانتم لازم تشوفوا شنو الاسماء والضمائر اللي ما متوافقه اللي خال الباراجراف غير يعني ما متماسك الافكار ما متماسكه ما مترابطه بسبب الضمائر والاسماء المستخدمه. وأكو ملاحظة دائما نعتمد على السابجكت على مود نحدد انه نوع الجملة هاي مفردة او جمع. هاي الملاحظة راح تساعدكم بخصوص الضمائر اللي راح تستخدموها ضمائر مفردة لو ضمائر جمع. فمين راح تعرفون؟ راح تعتمدون على السابجكت، هو راح يحدد لكم نوع الجملة هاي جملة مفردة لو جملة جمع. على مود على هذا الضوء راح تستخدمون الضمائر. عندنا الـ Transition Signals الإشارات الانتقالية. فالـ Transition Signals راح نشوف شو يقصد به بالتعريف. Another way to give paragraph coherence to unused Transition Signals. طبعا Transition Signals طبعا يقول Another way to give paragraph coherence and to use transition signals. نقول هناك أكو طرق، هنالك طرق أخرى لإعطاء فكرة تماس. يعني هنا عدنا إحنا مو أخذنا الكوهيرنس وقلنا عليه هو شو اسمه تماسك الأفكار وإنه هو النمط على مود الفقرة تتماسك، تمام؟ هنا نقول لا، عدنا هم طريقة أخرى على مود تكون الباراجراف على مود يكون الباراجراف كوهيرنس. عندنا طرق اخرى، شنو هي الطريقه الاخرى بديله عن الكوهيرنس؟ هي طريقه الترانزيشن سيجنالز، هذه الطريقه الثانيه. فالترانزيشن سيجنالز بديله في الطريقه الثانيه مثل طريقه الكوهيرنس على مود يتماسك الباراجراف يكون افكاره متماسكه شيء يربط شيء. طبعا هنا ايش راح استخدم؟ احنا هناك استخدمنا اللي قلنا نستخدم بالكوهيرنس، كنا نستخدم النان والبروناونز وكنا نستخدم الإشارات. هنا ايش راح نستخدم من إشارات الترانزيشن سيجنالز؟ يستخدم الفيرسز العبارات والسينتنس. فهنا استخدم هي الكلمات والعبارات هي راح تربط الفكرة في جملة واحدة. فهنا الكلمات والعبارات هي اللي راح تربط الفكرة بالجملة الواحدة. طبعا هذا الجدول بخصوص الترانزيشن، هذا الجدول جدا مهم بالباراجراف. كل مجموعه لها فقراتها، الجمل الخيط، الجمل اللي راح يساعدني بالتنسيق، والجمل اللي راح يساعدني بسرد الافكار. من اجي اسرد الافكار لازم تكون عندي مقدمه، يعني فهذني كلهن يساعد جدا مهمات، وتلقوها مطبقات على الباراجراف. اذا ترجعون الباراجرافات راح تلقوها مطبقه على الباراجرافات. فهذا الجدول جدا مهم لازم تحفظونه حتى يجيكم من خلاله عليه أمثلة يعني أسئلة.
هنا أنا وراح أختم المحاضرة، تبقى لنا بس التمارين إن شاء الله أشرحها بالمحاضرة القادمة، لأن هنا الشرح خلص مع هذا الشابتر، فقط التمارين إن شاء الله نشرحها ونحلها سويا.